رجل مصر القوي عمر محمود سليمان نائب الرئيس المصري السابق ورئيس جهاز المخابرات المصرية خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كثيراً ما كان يشار إليه كخليفة للرئيس المخلوع، خصوصاً أن منصب نائب الرئيس بقي شاغراً منذ تولي مبارك للحكم عام 81 وحتى اليوم الخامس من اندلاع الثورة، حين عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في 29 من كانون الثاني 2011. وقد كلفه مبارك بعد تعيينه مباشرة بالحوار مع قوى المعارضة، وفي العاشر من شباط أعلن مبارك عن تفويضه بصلاحيات الرئاسة، لكن كل ذلك لم يهدئ من غضب الشارع آنذاك، فكان سليمان هو من أعلن تنحي مبارك وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. أثناء عمله كرئيس للمخابرات العامة كلفه مبارك بملفات عديدة داخلية وإقليمية أبرزها القضية الفلسطينية، تولى مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما قام بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها السودان. ووجهت إليه اتهامات بالضلوع بعمليات تعذيب ضد معتقلين سياسيين. في السادس من نيسان عام 2012 أعلن سليمان ترشحه لانتخابات الرئاسة، وذلك قبل يومين من إغلاق باب الترشيح، لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت في الرابع عشر من نيسان استبعاده. عندها غادر مصر متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توفي صباح الخميس عن 77 عاما أثناء خضوعه لعملية جراحية بالقلب. عمر سليمان متزوج وله ثلاث بنات هن عبير وداليا ورانيا، ومع رحيله تسدل الستارة على أسرار حقبة كاملة من تاريخ مصر.